بعد 15 عاماً على آخر انتخابات تشريعية شهدتها فلسطين، ها هي اليوم مقبلة على انتخابات جديدة محاولة إنهاء الانقسام الذي شهدته فصائلها. وبعد أن سلمت القوائم الانتخابية، أعلن الأسير مروان البرغوثي تشكيل قائمة انتخابية منفصلة. اليوم نعود إلى يعني هنا في مسار تصحيحي من باب واقعي، اللي هو اللي لم الصف الفلسطيني من جهة، والعودة إلى الشرعية القانونية في هذه الانتخابات إن تمت إن شاء الله. جاء قرار البرغوثي قبل ساعات من انتهاء موعد تسجيل القوائم الانتخابية المرشحة والمحددة ليلة اليوم بسبب خلافات بينه وبين قيادة حركة فتح، لتصبح أصوات مؤيدي الحركة موزعة على 3 قوائم، وهي قائمة فتح الرسمية بقيادة الرئيس محمود عباس، وقائمة مدعومة من مروان البرغوثي، وقائمة محمد دحلان أحد قيادات فتح المفصولة منذ سنوات. حركة دحلان لا يمكن اعتبارها من جماعة فتح كون أنا مفصولة وأصبح هناك تيار خاص بدحلان. أما على قضية برغوثي وقضية فتح، ولا يوجد انفصال ولا انشقاق يعني بالمعنى القانوني، هو تشكيل قوائم مستقلة، كلا القائمتين ستكون من قيادة فتح، إنما كل جهة لمن أو كل جهة محسوبة على من يقود هذه القائمة، يعني مروان برغوثي له جهته والرئيس له جهته، وبالتالي هم لكنهم في النهاية هم من حركة فتح، وربما يتم تدارك الموضوع وراء هذا الصدع هذه الليلة. غموض يحوم حول قائمة البرغوثي، فيما تتم محاولات لإرجاعه لقائمة فتح الرسمية. تبقى الساعات القليلة المقبلة هي الفاصلة.